أحسن الله إليكم. هذا السائل سوري ومقيم بالقصيم، يقول عن كيفية الصلاة على الميت. عندنا بعض المشايخ يقولون بأن الصلاة على الميت يكون رأس الميت إلى اليسار، إلى يسار الإمام، والبعض الآخر يقول يكون الرأس إلى يمين الإمام. وأنا قرأت في كتاب تعلم الصلاة للإمام الشافعي رحمه الله أن يكون رأس المرأة إلى يسار أن يكون رأس الرجل إلى يسار الإمام والمرأة إلى يمين الإمام، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ الأمر في هذا واسع، ولكن إذا كان رأس الميت رجل أو امرأة عن يمين الإمام فهو أحسن، والأمر في هذا واسع والحمد لله. قد ذكر العلماء أن الإمام يقف محاذيا لرأس الرجل ومحاذيا لوسط المرأة، إذا صلى على امرأة يقف محاذيا لوسطها، وإذا صلى على رجل يقف محاذيا لرأسه، هذا مستحب. نعم.